السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير واموركم تكون في احسن احوالها ان شاء الله. كيف ما كيقول المثل، جديد ليه جدة والبالي ما تفرط فيه. ما غتلقاو شي حسن من هذا الرجبون تحضروها لهاد العيد، صدقوني كتجي رائعة بمعنى الكلمة. انا هذه بحال شي بيبي صغير ضروري كتكون في المائدة ديال الافطار ديالنا، كتحلي المائدة ديال الافطار وكتجي غزالة بزاف، هشيشة كتذوب في الفم. انا كنوجدها كل عيد بنفس الطريقه وكنبارطاجيها معكم كل عيد باش هكذا تزعموا وتوجدوها معايا. نبغيكم ان شاء الله اليوم الحادثه ديالي من مور الفطور تدخلوا للكوزينه ساعه المكانه، ماشي شي حاجه كثيره، زربي عليها سدي عليها في بواطه واحتفظي بها العيد، كتجي رائعه. قبل ما ندوز المقادير وطريقه التحضير كيف العاده ما نساش نوصيكم اشتركوا اختي اللي كنتوا باقي ما اشتركتوش، خليونا اكبر عدد ممكن من التعليق، واهم حاجه الفيديو قبل ما تخرجوا منه خليوا لايك، لانه هكذا غيتبروبوز على الناس وحدين اخرين ويستافدوا منه. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. فهنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده بدرجه حراره ديال الغرفه، طبعا غادي نحتاج 120 غرام ديال السكر، وغادي نكه بهاد السكر اللي بنكهه زهره البرتقال اللي ما متوفرش عندها ديال الفاني، ولكن هذا راه كيعطيها واحد النكهه خاصه سبحان الله العظيم. وكل ما بقات ريش بوند عندنا كل ما كيزيد يخرج من هذاك لوغو ديال الزهر وكتجي لذيذه بزاف. غادي نحاول ما امكن ندخل الزبده ديالي مع داك السكر نعركهم مزيان مزيان، وغادي نضيف هنا 120 غرام ديال الزيت النباتي، وغادي نعاود نعرك المكونات ديالي مزيان مزيان مع هاد الزيت والزبده. المهم هاد الخليط خاصو ينسجم مزيان ويرجع عندي بحال شي كريم تماما كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره. كاينين بزاف الفيديوهات متداوله للريش بوند والاغلبيه كيجربوهم كتطلع ليهم الريش بوند ديالهم قاصحه، واخا كيخليوها كاع مده طويله كتبقى بحال ناشفه من الداخل، العضه اللي كيعضوا بحال الا ناشفه بحال مطربه بحال الغريبه، ما كتجيش داك الريش بوند المعلكه شاربه داك الكونفيتور. فانا غادي نقول لكم عليكم هذه الوصفه وتفكروني. هنا ضفنا رشيشه ديال الملح مع جوج ديال البيضات، غادي نعاود نخدم كل شيء مزيان مزيان، هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه، ما تكونش نهائيا داك لي مورسو ديال الزبده مازالين كاينين كيبانوا ليا تما. غادي نضيف نص كيلو ديال الدقيق اللي حيدت منه معلقه كبيره بالضبط، نورمالمون كون كان الدقيق كيتشرب راه غيهز ليا نص كيلو قد قد، ولكن كل دقيق ولا كاليتي ديالو كيفاش دايره، فانا نص كيلو حيدت منه معلقه كبيره فقط. زدنا عليه ساشي ديال الخميره ديال الحلويات ديال 7 غرام، وكنخلط كل شيء مره اخرى. انا كنعاود نوريكم الزلافه شنو شيدت منها، راه منين عبرتها معلقه كبيره. هنا خاص العجينه ديالنا تبقى لنا رطيبه في اليد باش حتى من كطيب في الفران وكنخرجوها كتبقى رطبه وهشيشه وكتذوب في الفم، ومن كنعاودو نغطسوها في الكونفيتور كتزيد ترطب. فانا غطيتها هنا بالميكا، غادي نخلي غير واحد الجنيب من غنبدا نكور باش ما تشققش ليا على الوجه ديالها وباش العجينه ديالي ما تنشفش. فهنا من نكونو كنكورو نصغرو يدينا بزاف لانها كتزيد تكبر في الفران، ومع ذلك الريش بوند كل ما كانت صغيره ومتيوله كتجي غزاله في المنظر وكتعطيك لونفي انك تاكلها صراحه. هنا استعملت هاد لا كونفيتور اللي بغيت نوريه لكم، مكتوبه فيه مخفف من السكر المحلى، ولكن هو بصراحه بحال ما فيهش السكر، هذا كونفيتور بلا كونفيتور. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه جربوه ردوا عليا الخبر. درنا الكونفيتور ديالنا في كاسرونه، زدنا عليه واحد نص كاس ديال ماء الزهر او ما يعادل 40 غرام، كل شيء فوق البوطه حتى تسخن. لينا هذا الماء الزهر مع الكونفيتور، من بعد ما كطيب لينا ريش بوند ديالنا، هذا هو الطياب ديالها البنات. ما تحمروهاش ما تحرقوهاش حيت لا تشربات في الفران وقصحت في الفران، راه واخا تبيتيها ليله كامله مغطسه في الكونفيتور ما غاديش تجيك هشيشه. فهذا هو الطياب ديالها على 170 درجه، انا خدت ليا 25 دقيقه. المهم على حسب كل سيده والفران ديالها، انت غتعرفي الفران ديالك كيفاش داير. المهم هكا تيكون الطياب ديالها من التحت محمره والوجه ديالها كيبقى بيض، يعني ماشي داك بيض بيض وانما داك التحميره خفيفه طالعه. صافي غنبدا كنغطس كميه بكميه في لا كونفيتور، كنخليهم انا 5 ديال الدقائق عاد كنعاود نرجع باش ندوز نفندهم في الكوك. ضروري نخليهم كنحس بها تشربات ورطابت، وريش بوند ما ندوقوهاش داك النهار حتى الغد ليه عاد باش نعرفوا الطراوه ديالها والمذاق ديالها والهشاشه ديالها. هنا عندنا الكوك، شوفوا معايا هاد الكوك هذا شحال ميدم شحال غزال تبارك الله. من تبغيو تمشيو تشريو الكوك شوفوا لا كاليتي ديال الكوك كيفاش دايره، قيسوه، لان حتى الماتيغ بروميير من كتكون مزيانه كتعطيك واحد النتيجه اللي كيكون زوين بزاف. كنفند ريش بوند ديالي في الكوك كيف ما كتشاهدوا معايا، كنلصقهم بطبيعه الحال مع بعضياتهم وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. نبغيكم تجربوها ونبغي نشوف الحادقات ديالي كاملين في لي كومونتير اللي تبارك الله عليهم ما شاء الله،
كل وحده كتحمر ليا وجهي بالتطبيقات اللي كتبارطاجي معايا. تبارك الله عليكم، هكا تكون المراه والا فعلا. بهذا الشكل كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، وعندكم ما تجربوهاش ليا من مور الفطور وخبعوها، ما بقى والو ان شاء الله. يعني من دابا بداو تحيدوا عليكم الخدمه باش ما يدرككمش الوقت حتى لاخر دقيقه. تهلاو ليا في راسكم الى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.